تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال المتاجرة بطريقة غير مشروعة بالمخدرات، أين أسفرت العملية عن حجز أزيد من 15 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى توقيف شخصين متورطان في القضية مع حجز وتوقيف سيارتان تستعمل في نقل وتخزين هذه السموم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.